العراق ده يغرق، سفينة اقتصادية تغرق، سياسيين حائرين بمكاسبهم، سلطة ايه وفلوس وسلاح وإلى آخره. يعني ممكن أن ينقلبوا على لا. بعضهم. اي لا، هذه مو لا نظرة مؤامرة ولا هذا، هذه طمع السلطة، السلطة تأكل أولادها. هذا يقول حتى الثورة، حينما قالوا في ثورة الفرنسية ثورة تأكل أولادها، لأنه جزء حينما تمت عملية السلطة. لا، السلطة لها شروطها ولها بريقها ولها المغانمها، لكنه أقول حتى في داخل عمل المعارضة، يعني مثلا لو طرحت قضية هوياتية في داخل البرلمان، هل سنرى يعني هذه الأغلبية الوطنية ستصوت أم سينقسم السنة جهة والشيعة جهة، يعني شيعة المعارضة والشيعة السلطة، سواء في قضية هوياتها مستقبلا؟ ثم احنا لدينا ستكون معارضتين، يعني معارضة خيارية اختيارية اللي هو مثلا امتداد وحراك الجيل الجديد سشوار وبعض المستقلين، هم اختاروا معارضة منذ البدء، وهناك ستكون معارضة إجبارية اللي يتم إبعادهم عن الحكومة، أغلب الظن سيكون يعني دولة القانون ويعني بزعمة نور المالكي وربما آخرين. لكنه أنا أختلف مع أستاذ باسم حين يصف، يعني هناك أحكام قيمة يعني لا تصح في توصيف العمليات الديمقراطية، يعني هذا مفهوم شمولي، مثل المعارضة الهدامة مفهوم شمولي، يعني ماكو نقد بناء ومعارضة هدامة، هذه الأنظمة الديكتاتورية الشمولية. المعارضة تبقى معارضة، يعني سواء هي شنو المعارضة، معارضة تطمح لوصول السلطة فتحاول عرقلة الأحزاب الحاكمة وبيان حتى الانتخابات القادمة هي تقفز على السلطة، هو هذا عمل المعارضة. المعارضة شنو عملها يعني؟ فما في شيء اسمه هدام وغير هدام، هذا عمل طبيعة المعارضة، وكل فريق يفكر بما يقتضي مصالحه. أما لكن أستاذ باسم، أستاذ دكتور باسل، أستاذ نعم. باسم تحدث عن ما هو كان وليس ما يجب أن يكون، يعني الآن نعم. هدام ما في شيء المعارضة بالعنوان الذي يذهبون لي تحت غطاء المعارضة سيكون الهدم وسيكون الحفر. هو هذا طبيعة المعارضة، أنت تكون معارض، ليش تكون معارض أنت؟ أصل المعارضة حتى أنت تكون في السلطة لديك طموح. أنا حاولت أصير بالسلطة ما أجت بيدي، وين رحت للمعارضة؟ المعارضة لو قلت ياها المعارضة، أنت تحاول أن تبرز عيوب من بالسلطة حتى من أجل أنه تصعد في الانتخابات القادمة، هكذا تعمل كل المعارضات في الأنظمة الديمقراطية. يعني قصدي أحكام القيمة غير صحيحة على في العملية الديمقراطية، أنه هذا هدام غير هدام، بغض النظر يعني عن أن طبيعة هذه يعني الأحزاب يعني، لكنه يعني طبعا الاختلاف وارد في هذه المسألة، هي مسألة خلافية بالنتيجة النهائية. لكنه أعود أقول أنه ما الذي يمكن أن ينتج، بمعنى هل هذه الخطوة ستؤدي بنا للتقدم للأمال في النظام السياسي؟ أنا أعتقد لا يا أخي، إحنا الديون وصلت 170، هل تعلم إحنا ديوننا 170 مليار، ندفع 15 مليار دولار سنويا خدمات الديون، مو الديون خدمات الديون، ده نستقرض حتى ندفع خدمات الديون. العراق ده يغرق، سفينة اقتصادية تغرق، سياسيين حائرين بمكاسبهم، يعني باكر عقبة سنوات من قال علي علاوي إفلاس الحكومة حقيقة، ترى لأنه يعلم جيدا ماذا يتحدث. يعني حينما تبلغ ديونك 170 وأنت تقدم قروض للبنك الدولي ومؤسسات أخرى حتى تدفع خدمات الديون، وأنت شارع بلط ما عندك، وأنت شارع بلط ما عندك، ملتهين الجماعة بالسياسة والسفينة تغرق.